السلام عليكم اخي. اخي مسامحة وصافي. اني اخي بغيت نسقسيك. كيف دوزتي 2018؟ 2018 اخي دوزتي تاع نعش نتيا. و 2019؟ 2019 ان شاء الله غنبدل الوجه. لا ان شاء الله. ابدا ان شاء الله اخي. مزيان. و 2020؟ اخي والله يا اخي لا تقولنا في 2019 في يا اخي. انا اخي 2020 يا اخي 2020 اخي ندوزو هكذا. كاين ما يدار كاين عاد كاين مشاريع كاين بزاف الحاجات تدخل المغرب داكشي نروح عاود نبدلو الروتين كاين عارف سنة عاودي نرجع هكذا. انا يا اخي شي مشكل يلا تلاقاو في 2030 اخي تهلنا في راسك ان شاء الله. السلام عليكم الهبيب. عليكم السلام. بغيت نسقسك. كيف دوزتي 2018؟ 2018 دوزتها كامله كريدي. و 2019 كاين شي افاق؟ كاين 2019 رجع بيا كريدي 2018. بالنسبه ل 2020؟ 2020 عاود رجعت كريدي ديالي غنعمل كريدي ياك. مزيان. عندك شي 200 درهم كملوا بيا بونان. ارحم يما. بيبا شو 2019 فيها دقيقه رجعها لي صاحبي. هاك جيب شي جوج القرايه الله يرحم يمي قرايه ديال البن ماشي تفهموها في حاجه ولا شي. ها غيكونوا قاصحين يجدوا من الكور وصير. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام ورحمه الله. دوزي معايا. ها شي دار اذاعه رشيد شو. ها تجنب شويه عنده يطيح عليك داكشي. حنا الدنيا هادي راه يطيح علينا ما عندنا حتى هو كيف. اي والله بغيت نسقسك. اها بالنسبه ل 2018 كيف دوزتيها؟ مزيانه ما خصهاش يرجعوا في حال سوريا. كلشي مزيان انت كتشوف كلشي مزيان كلشي عايشين مزيانين معايا عادي اصنا غير عادي ماشي مشكل فوقاش ما تصلحت عاش القايد. وبالنسبه ل 2019 كاين شي افاق؟ وان شاء الله ضربوا عندنا شي دويره ونشوفوا عاود 2019 ان شاء الله يكون عاود مزيان. ايوا ها اجي شوف والله ما بقى يديك خاوي بالله ها كيفاش البن هذا. اي والله الله تدي بالله ها شوف براسك يلا بالله سلام رشيد شوف سلامه.